من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم مدد يا رب المدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بوحد حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، كنا نقرأ في العقبة الثانية من كتاب من هاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. كنا نقرأ في العقبة الثانية وهي عقبة التوبة، وقلنا أن التوبة يتقدمها قبل شروطها مقدمات، وهي ذكر أولاً طبعاً أن يكون في معصية أولاً عشان يتوب منها أولاً، فذكر غاية قبح الذنوب أو الذنب الذي ارتكبه، وذكر شدة عقوبة الله تعالى، وذكر ضعف الإنسان عن تحمل تلك العقوبة. فدي مقدمات للتوبة، وبعد ذلك يشرع في شرائط التوبة، وهي ترك اختيار الذنب. إذا هو مختار للذنب فيترك اختياره، خلاص أي اختيار الطاعة، ترك اختيار الذنب أي يختار الطاعة، هو مختار في الحالتين، ترك اختيار الذنب يقتضي اختياره بالطاعة وترك المعصية، والثاني أن يتوب من ذنب سبق عنه مثله، أنه فعل الذنب ده عشان يتوب منه، لأن واحد ما عملش ذنب هيتوب منه. طيب، والثالث أن يكون الذي يترك اختياره في منزلة في المنزلة والدرجة في الصورة دي، وهو عدم اشتراط المقدرة على المعصية، خلاص؟ لا، عدم اشتراط المقدرة عن الذنب الذي يتوب منه، يعني ممكن يكون عاجز عن الذنب ويتوب منه لأنه فعله، خلاص فتصح توبته. الصورة هو يعني هو معصية يعني؟ الصورة. الصورة. طيب، والرابع أن يكون ترك اختيار ذلك تعظيما لله تعالى، أي الإخلاص في هذا الأمر، وبذلك تكون تمت مقدمات التوبة وشروطها، فلا تصح منه التوبة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم، هو بما بحاجة أخر اختياره، أخر هنا إيه؟ أخر اختياره للتعظيم لله عز وجل، لما لم يذكر الرابع أول؟ لما لم يذكر التعظيم قبل الاختيار؟ ما هو كل ده موجود في الأول، لأن هو موجود إيه؟ موجود في شروط، لأن ده موجود في إيه؟ في مقدمات التوبة. ما هو في مقدمات التوبة يقول إيه؟ فيها طبعاً كل مقدمات التوبة فيها المعنى ده، وهي غاية قبح الذنب في حق الله تعالى، وشدة عقوبة الله تعالى، وضعف عن احتمال تلك العقوبة، فكل دي فيها تذكير في النية الأول، لكن هو قصده معنى آخر، هو أيضا استحضار أن التوبة لله تعالى، أنه يتوب إلى الله، خلاص؟ مش بيتوب من عشان هو إيه المعنى الرابع، ألا يكون ذلك إيه من أجل مجرد رغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء أو صيت أو جاه أو ضعف في النفس أو فقر، إنما إيه يجعل ما يخلي كل الأسباب دي ويجعلها خالصة لله تعالى. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة؟ ها؟
ولم يذكر مما ذكرتم من شرائطها وشددتم شيئا. هو قاعد بيقول انت شددت، ذكرت ثلاثة المقدمات وأربعة شروط عشان التوبة تقبل، ولا إلا لو فقدت واحد من الأربعة من ثلاث مقدمات أو الشروط الأربعة باطلت، يبقى التوبة غير مقبولة. قال له ولم يذكر مما ذكرتم من شرائطها وشددتم، أي في أشياء شيئا، ها يقال له اعلم أولا أن الندم غير مقدور للعبد. ألا ترى أنه تقع الندامة عن أمور في قلبه وهو يريد ألا يكون ذلك، والتوبة مقدورة للعبد مأمور بها. ثم إن قد علمنا أنه لو ندم على الذنوب لما ذهب بذلك إياه بين الناس، أو ما له في النفقة فيها، ما ذهب بذلك جاهه بين الناس أو ماله في النفقة فيها، فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب. فعلمت بذلك أن في الخبر معنى لم تفهمه من ظاهره، وهو أن الندم بتعظيم الله سبحانه وتعالى وخوف عقوبته مما يبعث على التوبة النصوح، فإن ذلك من صفات التائبين وحالهم. فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمات التوبة ندم وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب، وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل فتحمله على الابتهال والتضرع، فلما كان ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم التوبة، فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. طيب، هو حديث الندم توبة. أولا الحديث كأنه يعني من الندم الله تعالى، إن الندم توبة زي الحج عرفة. هاي الحج عرفة يبقى اللي يوقف بعرفة من غير ما يؤدي الأركان لا يطوف ولا يسعى ولا يحرم، ما أحرمش، يبقى اتحقق بالحج. لا، هو الركن الأعظم لكن في أركان تاني، بل في ركن قد يكون أعظم منه والنية. خلاص ما نواش الحج وراح وقف بعرفة ولبس لباس الإحرام لكن ما نواش، ما يحج، ما يصحش حج. رمضان صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، اذا الحج هو الركن الاعظم، اذا توفرت بقيه الاركان صح خلاص. وهكذا الندب توبه، ان الندب القلبي ده هو ده معناه الذي يحث ويدفع الى التوبه، ها، ويدفع الى عدم الرجوع ايضا، فده المعنى. فان قيل اليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندب توبه، يعني يكفي الانسان يندب بقلبه تبقى دي توبه. طب ما ممكن يندب بس ما يتحققش، يتألم من الذنب لكن ما زال وقع فيه، يبقى فين التوبة؟ خلاص ما هو شرط التوبة الأول إقلاع، خلاص كما قال الإمام النووي. يبقى إذا إيه الندم توبة؟ بمعنى إيه؟ أي الركن الأعظم في التوبة هو الندم الذي يحثك ويدفعك على عدم الرجوع وعلى الاستغفار وإيه وعمل القلب في هذا في أمر التوبة. فإن قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، ولم يذكر مما ذكرتم من شرائطها وشددتم عليه، مقدمات الثلاثة ولا الشرائط الأربعة، يقال له اعلم أولا أن الندم غير مقدور للعبد. الله 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 الله، إن الندم ده نوع من أنواع الوهد الرباني الذي يرقيك به الله تعالى، يعني عامل زي ايه؟ تحصيل الخشيه، عامل زي الخشيه من الله تعالى. دي ايه؟ دي اعلى الصفات المطلوب تحصيلها، وغالبا ما تكون وهبيه، يغلب فيها الوهم، ماشي، ما يغلبش فيها الكسب العبد، خلاص، الخشوع، الخضوع، الذل، العبوديه. ممكن واحد يفضل يصلي لكن ما عندوش المعاني دي في قلبه، لان دي معاني يحصلها بالذل، ها، والخضوع لله تعالى، فربنا يخذف تلك المعاني التي ترقيه، ودي أعلى المعاني المرادة في الدنيا تحصيلها، ها، اللي هي مقام العبودية، هي من ضمن مقام العبودية. فدي لا يحصل الإنسان إنما يغلب فيها ما وهب من الله تعالى نتيجة إنك أنت بين له سبحانه وتعالى الذل، ها، والخضوع له والاستسلام له. قال اعلم ان الندم، اللي هي الحاله القلبيه بتاعت الندم دي، اللي هي فيها الخشيه والخضوع والذل والعبوديه لله والخوف منه،
دي كلها احوال قلبيه من اعلى الاحوال التي تطلب تحصيلها في الدنيا، لكن الغالب فيها انك انت بتسعى لها وربنا هو اللي بيخدفها في قلبك فهي ورديه. اعلم اولا ان الندب غير مقدور للعبد، اي ليس في امكان العبد الا ترى انه تقع الندامه عن امور في قلبه وهو يريد الا يكون ذلك، ها ان في امور تقع في قلبه يندم عليها لكن هو مش عايز يندم عليها، تقع ندامه في قلبه يريد الا يكون الا يلحق ذلك اي ندم، مش عايز يندم عليها كالمعاصي ولذاتها، ها لكن ايه يحصل الندم من بوجود الخوف من الله تعالى واستحضار المولى عز وجل. والتوبة مقدورة للعبد مأمور بها، وتوبوا وهو شوف أمر والأمر يقتضي الوجوب، ها توبوا إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون، ها مأمور بها بخلاف الندم الحال القلبي ده. والتوبة مقدورة للعبد مأمور بها في الأحاديث. ثم إن قد علمنا أنه لو ندم على الذنوب لما ذهب بذلك جاهه، لو كان الندم الحال القلبي بس ما كانش يذهب جاهه بين الناس، أو ماله في النفقة فيها، أي في النفقة في حال القلب، لأن يقتضي التوبة تقتضي حقوق الآخرين، إن أنا إيه أسدد حقوق الآخرين تعلق حقوق الآخرين، فلو كان الندم كافي ها يبقى لا نقول إن حقوق الآخرين واجبة، ندم القلب ده كان كافي، يبقى اقول له لا ينبغي عليك او لا يجب عليك ان تسدد ما عليك من حقوق الاخرين وتستبرئهم فيما لهم من الحقوق لو كان الندم كافي. ثم ان قد علمنا انه لو ندم على الذنوب لما ذهب بذلك جهه بين الناس، شيء بينه وبين ربنا، ندم حال قلبي، او ماله في النفقه فيها، اي في النفقه من اجل سداد ما عليه من الحقوق، فإن ذلك لا يكون توبة بلا ريب. هو الركن الأعظم، لكن زي ما قلت لك بلا ريب ده مش توبة، الندم القلب ده مش توبة، ليه؟ لأنه ممكن يكون نادم بقلبه لكن هو ما زال داخل معصية، يعني ما تحققش الركن الأول من التوبة وهو الإقلاع عن الذنب زي ما قال الإمام النووي. فعلمت بذلك أن في الخبر معنى لم تفهمه من ظاهره، إن الخبر مش على ظاهره، وده قلنا الندم توبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهو أن الندم لتعظيم الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه مما يبعث على التوبة النصوح، يبقى الندم هو الباعث الأعظم في التوبة خلاص، وهو اللي في تعظيم الله تعالى والخوف من عقابه مما يبعث على التوبة النصوح، فإن ذلك من صفات التائبين أنه يندم. ولذلك برضو قالوا ايه الندم على الاقلاع عن الذنب، والندم الركن الثاني هو الندم عند الفقهاء يعني. طيب هو ان الندم لتعظيم الله سبحانه وتعالى وخوف عقابه مما يبعث على التوبه النصوح، فان ذلك من صفات التائبين وحالهم انهم يندمون، فإنه إذا ذكر الأذكار الثلاثة التي هي مقدمات التوبة، إن إيه تعظيم الذنب وتعظيم عذاب الله تعالى وعدم احتمالك لذلك العذاب، دي مقدمات الثلاثة، ها ندم وحملته الندامة على ترك اختيار الذنوب، ها لما يندم دفعته الندامة دي على ترك اختيار الذنوب بالثلاث مقدمات دول، وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل، ده حال قلبي، يبقى الندم ده من الاحوال القلبيه، عليه السلام من الاحوال القلبيه، واضح؟ وتبقى ندامته في قلبه في المستقبل فتحمله على الابتهال والتضرع، هاي في ايه عدم الرجوع للمعصيه اولا، واستكمال شروط التوبه اللي هي تحقق بها التوبه وعدم الرجوع. فلما كان ذلك من أسباب التوبة وصفات التائب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم التوبة، الندم توبة، فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. فلما كان ذلك من أسباب التوبة، أي السبب الأعظم لا مانع إنك مش هيحصل منك التوبة والإقلاع عن الذنب إلا بحصول الندم القلبي ده
الذي يبعثك على ترك الذنب وعلى عدم الرجوع فيه مرة أخرى. فافهم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. في أسئلة هنا؟ الصورة الحقيقية للندم هو الفكاك عن المعصية، هو أنا أنفك عن المعصية، لكن لو أنا في المعصية ولسه بندم يبقى مش ندم. أو في ندم، لكن الندم لم يصل إلى حالة أنه بعثك إلى التوبة. ما هو التوبة فيها الشروط الثلاثة زي ما احنا قلنا، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على الفعل. يعني إن وقفت على حالة الندم بدون توبة لا شيء، يعني أنا كده يعني لو وقفت مع حال الندم بس أنت مستمر في الذنب بدون التوبة. ما هو شرط التوبة الإقلاع عن الذنب أولا. لكن الندم ده كأنه شيء يزداد، بمعنى ايه؟ انك لو اولا قلنا ان ده يغلب عليه الوهم، فلما القاه الله في قلبك اذا انت دفعت عنك وتركته، عامل زي الالم الذي عندما تمرض فتحس بالالم، فاذا انت تركت الالم هيخف الالم لغايه لما يذهب، لكن الداء تمكن. فلو انت تركت التوبه الندم ده هيحصل ايه؟ ان تركت الاسباب التي تفتح عليك باب التوبه والقرب من الله تعالى فاغلقت عن نفسك. نفهم من ذلك يا مولانا سيدنا ان التوبه بشرات ربنا يبعثها لكل الناس يقينا، لكن من ياخذ من يفهم فهو اللي يفهم بالظبط، لكن هي موجوده عندنا. ما هو خلي بالك تاني مره الندم بيخف، تاني مره الندم بيخف، رابع مره الندم بيخف، خامس مره مفيش ندم. يندم على انه ما عملهاش ما ندمش بقى خالص. يندم على بالظبط، يعني عكس ممكن ينعكس بعد كذا مرة، ينعكس يندم على عدم فعل المعصية والعياذ بالله تعالى. يبقى ده نوع من الضرر أو الختم على القلب أو ما إلى ذلك والعياذ بالله تعالى. يعني هذه تدخل من ثم تاب الله عليه وسلم. نعم. فاهم؟ في أسئلة تانية؟ طيب. طب فاهمين حاجة؟ طيب الحمد لله. فإن كنت كيف يمكن الإنسان أن يصبر بحيث لا يقع منه ذنب بتة من صغير أو كبير؟ كيف والأنبياء وأنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى قد اختلف فيهم أهل العلم هل نالوا هذه الدرجة أم لا؟ أن يصير ها؟ في الطبع كي أن يصير في الطبع أن يصير بحيث أن يصير في أن كلمة كيف يمكن الإنسان أن يصير يصير عندما يصير بحيث هي يصبر نشوف كده في الشرح عليه يصير ويصبر الاثنين بمعنى. فاعلم أن هذا أمر ممكن غير مستحيل، ثم هو علم والله يختص برحمته من يشاء. ثم من شروط شرط التوبة ألا يتعمد ذنبا، فأما إن وقع منه بسهو أو خطأ فهو معفو عنه بفضل الله تعالى، وهذا هين على من وفقه الله تعالى. طيب ناخذ سؤال بكل اعتراض ورد. فإن قلت كيف يمكن الإنسان أن يصير أو يصبر؟ خلاص يصير أي يكون في نهاية أمره، ويصبر بمعنى أنه في الوقت الحالي بحيث لا يقع منه ذنب البتة من صغير أو كبير. هو مش مراد كده، المراد عدم تعمد الذنب، يعني هي الإقلاع وهكذا كما سيأتي في الشرح. كيف وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى أي والصفوة من خلقه قد اختلف فيهم أهل العلم هل نالوا هذه الدرجة أم لا؟ إن بعض العلماء أجازوا الصغائر أو المكروهات على الأنبياء، لكن هذا ليس راجحا في أساس التقديس، أنهم معصومون من الصغائر ومن المكروهات، بل لو وقعت منهم المكروهات تكون لبيان الحال بعدم التحريم وأن ضدها أنهم يأخذون أجر الواجب على مثل ذلك. يعني لو أن الأنبياء معصومون أولا عن الكبائر قطعا بإجماع الأمة، طب معصومون عن الصغائر أيضا يكاد يكون إجماع، بعضهم قال أن قد تقع منهم الصغائر أو يقع منهم المكروهات،
ومش معصوم، ولكن المكروه يقع منه، لأن المكروه يكون بيان لنا أن هذا الشيء ليس منهيا عن ما يتحريم، فما ينهى عن شيء وبعدين يفعله دل ذلك على أن هذا الشيء ليس النهي للتحريم إنما النهي للكره فقط، فيقع منهم ذلك، وهم يقدرون على ذلك أجر الواجب. هذا لأنه بيان للأمة أن هذا ليس محرما إنما هو إيه؟ مكروه فقط. أي بحقهم هو واجب مكروه، فحقهم هو واجب. ماشي. يقول الإمام رد على هذا الاعتراض، ها؟ فاعلم أن هذا أمر ممكن غير مستحيل. ثم هو هين، والله يختص برحمته من يشاء. هين على من يسير، على من يسره الله تعالى على. خلاص. وفي نقاكل يعني الإمام النووي في شرح مسلم يقول إيه، هناك أناس لو أقسمت بالله تعالى أنهم لم يعصوا الله قط في حياتهم لكنت بارا بقسمك ولم يجب عليك كفارة. وهناك من يعني كنت قرأت زمان في أحد الكتب لعله في ترجمة ابن عجيب الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له أتبكو معصية فعلتها؟ فتفكر كثيرا كده ها، وبعدين قال لا أذكر إلا أني قد وطئت بقدمي قمحة، اعتبرها معصية، وإن دي معصية وإن وطأ بقدمي قمحة من غير ما يدري أو ضرب. إذن ده في ناس أهو عايشين كده مع ربنا. خلاص. والله يلتص برحمته من يشاء، يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى. ثم من شرط التوبة أن لا يتعمد ذنبا، وده أن هو نوع من أكرم الكرامات أن يعصبك الله تعالى من معصيتك ومن الصغائر والكبائر، ودي تبقى أكبر كرامة، لأن قلنا إيه الاستقامة عين الكرامة، والاستقامة هي إيه الائتمار بالمأمور به والانتهاء عن منهي عنه. فإذا أنت وصلت لعين الكرامة دي تبقى مستقيم، استقم كما أمرت، وده الهدف والمراد أيضا. خلاص. فيتحقق ذلك عند الكمل. خلاص. ثم من شرط التوبة ألا يتعمد ذنبا، الشرط التوبة أنه ما يتعمدش الذنب بإرادته الشخصية. فأما إن وقع منه بسهو أو خطأ فمعفو عنه، وأيضا غالب الحال والظن. طيب. فأما إن وقع منه بسهو أو خطأ فهو معفو عنه بفضل الله تعالى. وقلنا القاعدة اللي بما أننا نتكلم في التصوف ما ذكره الشيخ وحفظنا عن مشايخنا، الشيخ المطيع كان يقول إيه، إن سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول إيه، إذا أحب الله عبدا نصب له كرسي العبودية بين عينيه، العبودية لله، يجعل كرسي العبودية لله تعالى مراقب لله تعالى، ها، فهو يتقلب فيها كيف يشاء، وإن وقعت المعصية فمغفور، وإذا أرضى الله تعالى عبدا أو كره عبدا أو سخط على عبد نصب له كرسي شهواته بين عينيه، ويتقلب فيها كيف يشاء في الشهوات وغائب عنه العبودية لله تعالى، وإن وقعت الطاعة فلا يفجر عليك. ده يعني بيديك الطرفين النقيين، واضح؟ لكن في بين ذلك درجات، تغلب مرة نفسه وهو يغلب نفسه مرة وما إلى ذلك. وهذا هين على من وفقه الله تعالى، بمعنى التوفيق، خلق القدرة على الطاعة، وليس بمعنى هداية التوفيق، وليس بمعنى هداية التحصيل اللي هي دلالة الطريق. خلاص. فدي ليست محصلة، انك عليك انك تجتهد وتستنى ايه القسم من الله تعالى. انه بيقول على حال هو عاشها، او حال الناس كان فيها، او حال وجد مثل هؤلاء. ها. يقول لشعبة احد العلماء اولياء الطريق، يقول ايه، لو قيل له الساعة غدا ما زاد في شيء من الطاعة، لو قالوا له الساعة بكرة هتقوم الساعة بكرة ما كانش هيلاقي وقت يزود حاجة من الطاعة، يفضل ماشي هو على الأولويات بتاعته وتقديم الأولويات والأهم ولا يزداد شيء. ماشي. فإن كنت في حاجة في الاعتراف ده طيب بعد، فإن كنت إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك، فاعلم أن هذا من غرور الشيطان. ومن أين لك هذا؟ ومن أين لك هذا العلم؟
فعسى أنت متتائبا قبل أن تعود إلى الذنب. الله. فإن قلت إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك. لكن في حاجة قاعدة هنا مهمة جدا كما يقولون إن إيه؟ الصوفي ابن وقته، أي الصوفي أي من ابن لحظته، فبيعيش اللحظة باللحظة، فهو ارتكب ذنب ففي اللحظة دي يتوب، ملوش دعوة باللي يحصل بعد كده، ها؟ يتوب توبة نصوحة بشروطها كلها ويقبل على الله تعالى ومالوش دعوة رجع ما رجعش بقى يعني هيعمل إيه؟ هو بيعمل إيه مقدوره في اللحظة دي، يتوب توبة نصوحة بشروطها ويبرأ من نفسه ها ويتوكل على الله، لعل ده مجموعة هذه الأشياء تدفعه بالفعل للتوبة الصادقة التي تجعله لا يعود إلى التوفيق من الله تعالى. ها؟ فإن قلت إنما يمنعني التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك. أيضا معنى آخر هو أنه إذا تاب في اللحظة هذه ويظن أنه قد يقبض بعدها بلحظة زي ما المسلم شأنه كده، السالكين شأنه كده أنه كل لحظة ها يعني يقول إيه ما عندوش أمل، ما عندوش أمل في شيء ممكن يقبض يعني يظن أن الله تعالى يقبضه في أي لحظة، وبالتالي بيأمن نفسه على كده فأنا هتوب في اللحظة دي ما أعرفش اللي يحصل بعد لحظة، يمكن ربنا يقبضني وإذا قبضني على توبة ماشي. والتوبة كنا مسؤول أنها بتمسح الصادقة بتمسح الذنب على طول. فاعلم أن هذا من غرور الشيطان. ومن أين لك هذا العلم أنك أنت متأخر أنك ترجع للذنب؟ ممكن تموت، ممكن تتوب توبة نصوح وتصدق توبتك وربنا يمدك بتوفيقه فتمنع من المعصية ومبقاش لك اختيار تختار عدم المعصية. فعسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب، هو عسى أن تأتيك المنية والوفاة قبل أن تعود إلى الذنب مرة أخرى، بس أنت عرفت إيه؟ صدقت في توبتك فتنوح الذنب، فإيه؟ تكون إيه؟ التائب من الذنب كمان لا ذنب ده، والتائب من الذنب والتائب حبيب الرحمن. طيب، رايح الفرق؟ وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه الإتمام سبحانه وتعالى. التوفيق بقى، التوفيق مش من عندك أنت، أنت زي ما يقول لك هنا في العصر الحديث يقول لك إيه، عليك العمل وليس عليك إدراك النجاح، أنت أعمل واخلص واجتهد في عملك وليس عليك أنك تدرك النجاح، فالنجاح مش بإيدك ده بيد الله تعالى اللي هو التوفيق يعني. وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه سبحانه وتعالى الإتمام بالنعمة في أن يمنعك من معصيته بتوفيقه. فإن أتم فذاك المقصود من فضله، وإن لم يتم فقد غفرت ذنوبك السالفة كلها وتخلصت منها وتطهرت وليس عليك إلا هذا الدم الذي أحدثته الآن، فتتبع مرة أخرى تصبح الصحيفة بيضاء مرة أخرى. فاكر مش فاكر كان الكلام ده رمالو تنسى الذنب حتى اللي هي بعد أن تتوب تنسى الذنب وتنسى أنك أنت ارتكبته أصلا، ده من كمال من درجات التوبة العليا بعد إيه أنك أنت تنسى الذنب وتنسى ارتكبته، فتيجي الشيطان يقول لك إيه أنت ارتكبت الذنب الفلاني فترد عليه تقول له لا ما ارتكبتش ما حصلش منه. ليه؟ لأن صحيفتي بيضاء وأنا واثق في أن الله تعالى قد قبل توبتي، ودليل قبول التوبة أنه لم يعدني لم أعد إلى الذنب بتوفيقه سبحانه وتعالى، وبالتالي محي. فأنا مصدق لله ورسولي في إيه؟ فإن الذنب محي وإنما صحيفتي بيضاء. خلاص؟ طيب. وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه سبحانه وتعالى الإتمام، فإن أتم فذاك المقصود من فضله. محض الفضل. وإن لم يتم ها يعني بأنك رجعت أنت ها فقد غفرت ذنوبك السالفة كلها وتخلصت منها وتطهرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي أحدثته الآن، الذنب الأخير ده، وهذا هو الرفق العظيم. صحيفة بيضاء فيها ذنب واحد تتوب منه، وهذا هو الرفق العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة. فلا يمنعك خوف العود عن التوبة، فإنك من التوبة أبدا بين إحدى الحسنيين،
والله ولي التوفيق والهداية فهذه هي فهذه هدي. طيب وهذا هو الرفق العظيم بأنك أنت حتى لو وقعت للذنب يبقى عليك ذنب واحد بس وتتوب منه، وهذا هو الرفق العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة، فلا يمنعك خوف العوض عن التوبة. يعني هل ان انا اتوب وابقى حاسس بسعاده ان انا تائب الى الله وتائب الى الرحمن، ولا افضل عايش في ايه في القصور والعجز بان انا هرجع تاني؟ اي الحسنى اي ايهما الحسنى اللي هو ايه طبعا ان الواحد يحس ان هو ايه حبيب الرحمن وانه تاب وانه ربنا يقبله وانه ربنا هيتوب عليه وهكذا، حسن الظن بالله تعالى. وهذا هو الرفق العظيم والفائده العظيمه الكبيره، فلا يمنعك خوف العوض عن التوبه، فإنك من التوبة أبدا بين إحدى الحسنيين، إما المغفرة ها وإما أيضا لو عدت ها يغفر لك، وإن لم تعد ها فقد أصبحت صحيفتك بيضاء. والله ولي التوفيق والهداية، إن الله هو الموفق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه هذه ماشي كلمة كده الشيخ يقولها دايما، هذه الجملة هي هذه الفائدة. وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام. طيب الخروج من الذنوب، كيفية الخروج وأنواع الذنوب. وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام. أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضي ما أمكنك، والثاني ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا ونحو ذلك، فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدا، والثالث ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب، وهي أقسام قد تكون في المال وفي النفس وفي الأرض وفي الحرمة وفي الدين. فما كان في المال فيجب عليك أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم وفقر فتستحل منه، فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو لموت أو موته أو وأمكن التصدق عنه فافعل، فإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة. نفسي فتمكنه من القصاص أو أولياء أو أولياءه حتى يقتص منك أو يجعلك في حذر، فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. وأما في الأرض فإن ارتبته أو بهدته أو شتمته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إذا لم تخشى زيادة غيظ أو هيج أو هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده، فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا
في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه. وما الحرة بأن كنت وأما الحرمة بأن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا، بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليضيعه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته. فإن أمنت الفتنة والهيجة وهو نادر فتستحل منه. وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك، وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جد والتندم على ذلك ليرضيه عنك. وجملة الأمر فما أمكنك من إرضاء الخصوم عملت، وما لم يمكنك رجعت إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال والتصدق ليرضيه عنك، فيكون ذلك في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والرجاء منه بفضله العظيم وإحسانه العليم أنه إذا علم الصدق من قلب العبد فإنه يرضي خصماءه من خزانة فضله، ولا حكم فعلم هذه حقها راشدا. فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب عن اختيار مثلها في المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلها. وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائت وإرضاء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة. ولهذا الباب شرح يطول فلا يحتمله هذا المختصر. وانظر كتاب التوبة من كتاب إحياء علوم الدين أولا، وكتاب القربة إلى الله تعالى ثانيا، وكتاب الغاية القصوى ثالثا، تجد فوائد كثيرة وشرحا جما. والذي ذكرناه هنا هو الأصل الذي لا بد منه، وبالله التوفيق. كتاب القربة إلى الله تعالى، وكتاب إيه غاية القصوى مش موجودين، بس نبحث عنهم في النت ممكن. القربة إلى الله غير موجود أصلا، مفقود. طب وحد أرى المقدمة كان في كتاب ذكره أيضا في الطريق، مقدمة الكتاب مقدمة الشارح. طيب هو فضل دي على الأداء، فضل 3 دقايق بقى نشرح الجزء ده بعد ما نيجي من الصلاة إن شاء الله تعالى. وجدته؟ بقى قصدي يعني دورت عليه في النت؟ القربة إلى الله مفقود. ها؟ القربة إلى الله مفقود. مفقود. الغاية القصوى، أظن كمان الغاية القصوى. مفقود. يعني كتبت على النت قربة إلى الله؟ ولا الغاية القصوى؟ انا متاكد من القربة. في كتاب كتبه في المقدمه برضه هنا ان هو 3 كتب اللي عليهم المدار، الاحياء وكتاب منهاج العابدين وكتاب ثالث ذكره في الاول. طيب في اسئله، فضل 2 على الاذان وبعدين هنشرح ده بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم.